عمر مثلا أعاد زرع وإفشاء اعتقادات أهل الجاهلية في الإسلام ومنها ما ذكرته لكم في شهر رمضان الفائت في الليالي الرمضانية كيف زرع عمر هذا الاعتقاد السخيف الذي كان من اعتقادات اهل الجاهليه وروجه هو وابنه عبد الله بن عمر ان سهيلا هذا النجم المعروف انما هو رجل عشار ممسوخ رجل عشار باليمن اسمه سهيل مسخ الى نجم وان الزهره كوكب الزهره امراه فاتنة فتنت هاروت وماروت الملكين حتى زنيا بها فمسخها الله الى كوكب كوكب الزهره، هذه الاعتقادات اعتقادات اهل الجاهليه واساطيرهم التي قضى عليها النبي وقضى عليها اهل البيت عليهم السلام وحاربوها بالاسلام دين العقل فكيف عادت من جديد في أوساط المسلمين عادت على يد عمر وأمثال عمر أليس هذا مصداقا لما قالته الزهراء عليه السلام ومن ارتد عنا فإلى الجاهلية هذه هي النتيجة ارتددتم عنا أهل البيت وأخذتم بكلام عمر فأضحكتم العالم عليكم نجم موجود من الاف ملايين السنين يطلع رجل ممسوخ كوكب موجود هم من ملايين السنين يطلع شنو امراه ممسوخه سنن الجاهليه واحكامهم شرع الجاهليه شرع الكفار والمشركين كيف عاد من جديد وصار شرعا لبعض المسلمين افتوا بموجبه الا على يد عمر واضراب عمر